طرائف شعرية من عيون التراث العربي. قال مجاهد الدين الزيني في الصبر على الأذى: إذا أدمت قوارصكم فؤادي صبرت على أذاكم وانطويت، وجئت إليكم طلق المحيا كأني ما سمعت ولا رأيت. وقال عبد المنعم بن غلبون في إقلال الزيارة، وهو أديب عالم بالقرآن ومعانيه وله شعر جيد، ولد في حلب وسكن مصر وتوفي فيها: عليك بإقلال الزيارة، إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا. ألم تر أن الغيث يسأم دائما ويطلب بالأيدي إذا هو أمسكا؟ وقال أحدهم في القبح: فلما تبدى للقوابل وجهه نكصن على أعقابهن من الندم، وقلن وأخفينا الكلام تسترا، ألا ليتنا كنا تركناه في الرحم. وفي الأناقة والتجمل قال أحدهم: تجمل بالثياب تعش سعيدا، لأن العين قبل الاختيار، فلو لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري. وكان يقال: كل من الطعام ما اشتهيت، والبس من الثياب ما اشتهى الناس. ونظمه الشاعر فقال: إن العيون رمتك مذ فاجأتها، وعليك من شهر اللباس لباس. أما الطعام فكل نفسك ما اشتهت، واجعل لباسك ما اشتهاه الناس. ومن محاسن كتمان السر، قيل لأبي مسلم الخرساني: بأي شيء أدركت هذا الأمر؟ قال: ارتديت بالكتمان، واتزرت بالحزم، وحالفت الصبر، وساعدت المقادير، فأدركت طلبي وحزت بغيتي. وأنشد في ذلك قائلا: أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا، ما زلت أسعى عليهم في ديارهم، والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا، حتى ضربتهم بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أحد. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. وفي صروف الدهر قيل: قل لمن بصروف الدهر عيرنا، هل عاند الدهر إلا من له خطر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قعره الدرر؟ وفي السماء نجوم غير ذي عدد، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. وفي الخط واللفظ قال الصاحب ابن عباد: بالله قل لي، أقرطاس تخط به من حلة هو، أم ألبسته حللا؟ بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا عسلا؟ قال بشار بن برد لأبي العتاهية: أنا والله أستحسن قولك في اعتذارك للدمع، كم من صديق لي أسارقه البكاء من الحياء، فإذا تفطن لامني فأقول ما بي من بكى، لكن ذهبت لأرتدي فطرفت عيني بالردى. فقال أبو العتاهية: ما لذت إلا بمعناك حيث تقول، وقالوا قد بكيت فقلت كلا،
وهل يبكي من الطرب الجليد؟ ولكن قد أصيب سواد عيني بعود قذى له طرف حديد. فقالوا: ما لدمعهما سواء، أكلتا مقلتيك أصاب عود؟ وقال أحدهم في صعوبة حجاب الأبواب: لقلع ضرس وضنك حبسي، ونزع نفس ورد أمسي، وأكل كف وضيق خف، وفقد إلف وألف فلسي، وقود قرد ونسج برد، ودبغ جلد بغير شمسي، وشرب سم وقتل عم، وكل غم ويوم نحسي، ونفخ نار وحمل عار، وبيع جار بربع فلسي. أيسر من وقفة بباب يلقاك بوابه بعبسي. ومن جميل هذه الباقات من خواطر الشعراء يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في شروط العلم: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. ويحكى أن الفرزدق قرأ قصيدة له على الكميت بن زيد حين كان الأخير صبيا، فرآه الفرزدق قد أعجب بها، فسأله الفرزدق: هل أعجبتك يا بني؟ فقال الكميت: نعم يا عماه. فقال الفرزدق: هل يسرك أن أكون أباك؟ فقال الكميت: أما أبي فلا أريد به بدلا، ولكن يسرني أن تكون أمي. فكان الفرزدق دائما يقول: ما مر بي مثلها. طرائف من طبائع النساء وأخلاقهن. أخبار المرأة على اختلافها من أكثر الموضوعات إثارة وتشويقا في حياة الرجل، وإذا كان الرجال يهتمون ويتشوقون لسماع أخبار النساء، فإن المرأة ذاتها لا تقل رغبة عن الرجل في تتبع حكايات بنات جنسها، وبخاصة إذا كانت هذه الأحاديث ذات صلة بالرجل. وإذا كان الرجل الشاعر قد قال حين مر بنسوة فأعجبه شأنهن: إن النساء شياطين خلقن لنا، نعوذ بالله من شر الشياطين، فإن لسان المرأة الشاعرة لا يقل كيدا ودهاء حين أجابته واحدة منهن فقالت: إن النساء رياحين خلقن لكم، وكلكم يشتهي شم الرياحين. وقد قال الثعالبي: لقد كستني في الهوى ملابس الصب الغزل، إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل. وقال الصاحب ابن عباد في تهنئة ببنت: أهلا وسهلا بعقيلة النساء وأم الأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأطهار، والمبشرة بإخوة يتناسقون، نجباء يتلاحقون. قال المتنبي: فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. وكتب ابن مغيث المغربي إلى بعض الرؤساء وقد جاءته بنت له فوجم لها وحزن حزنا شديدا: لا تأس إن رحت أبا لابنة تكظم أشجانا إلى كاظمة، فإن أبناء نبي الهدى كلهم من ولدي فاطمة. فحسن موقع ذلك منه ووصله وأجزل له العطاء. ويحكى أن رجلا يقال له أبو حمزة الضبي هجر خيمة امرأته
وأخذ يبيت عند جيران له حين ولدت امرأته بنته، فمر يوما بخبائها وإذا هي تلاعب ابنتها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد زرعوه فينا، إما بنات وإما بنينا. فغدا أبو حمزة حتى ولج البيت، فقبل رأس امرأته وقبل ابنتها. وقالت أعربية ترقص ولدها: يا حبذا ريح الولد، ريح الخزامى في البلد، أهكذا كل ولد أم لم يلد قبلي أحد؟ وقالت أعربية أخرى: يا حسرة على ولد، أشبه شيء بالأسد، إذا الرجال في كبد تغالبوا على نكد. وقالت حفصة الركونية في حرصها على رجلها: أغار عليك من عيني ومني، ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. حدث أحدهم قال: تزوج رجل امرأة من قومه فولدت له دوادا ثم ماتت، ثم تزوج أخرى فلجت في أمر دواد وحرصت على إيذائه، وأمرت أباه أن يجفوه ويبعده، فلما أكثرت عليه قالت: أخرجه عني، فخرج به وقد أردفه خلفه إلى أن انتهى به إلى أرض جرداء ليس فيها شيء، فألقى سوطه متعمدا وقال: أي دواد، انزل فناولني سوطي. فنزل فدفع بعيره وناداه: أدواد، إن الأمر أصبح ما ترى، فانظر دواد لأي أرض تعمد. فقال له دواد: على رسلك. فوقف له فناداه: وبأي ظنك أن أقيم ببلدة جرداء ليس بغيرها متلدد؟ فرجع إليه أبوه وقال له: أنت والله ابني حقا. ثم رده إلى منزله وطلق امرأته. قال آكل المرار: إن من غره النساء بشيء بعد هند لجاهل مغرور، حلوة العين واللسان مر، وكل شيء يجن فيها الضمير أي يخفيه، كل أنثى وإن بدت لك منها آية الحب حبها خيتعور، أي كثير التقلب لا يدوم على حال. وقال طفيل الغنوي: إن النساء كأشجار نبتن معا، منها المرار وبعض المر مأكول، إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واجب لا بد مفعول. وقال علقمة الفحل: فإن تسألوني في النساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب، يردن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب، وشرخ الشباب أول الشباب وريعانه. قالت السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما يوما لعائشة بنت طلحة: أنا أجمل منك. فقالت عائشة: بل أنا أجمل منك. واختصما إلى عمر بن أبي ربيعة فقال: لأقضين بينكما، أما أنت يا سكينة فأملح، وأما أنت يا عائشة فأجمل. فقالت سكينة: قضيت لي والله عليها. ويوضح هذا قولهم: الجميلة هي التي تأخذ ببصرك جملة على البعد،
فإذا دنت لم تكن كذلك. والمليحة هي التي تأخذ بقلبك على القرب، أو التي كلما كررت فيها بصرك زادتك حسنا. قال أبو العيناء وهو محمد بن القاسم الهاشمي: خطبت امرأة فاستقبحتني فكتبت إليها أقول: فإن تنفري من قبح وجهي فإنني أريب أديب لا غبي ولا فدم. فأجابتني: وماذا ينفعني أدبك؟ ليس لديوان الرسائل أريدك. قيل إن امرأة عجوزا مرضت، فأتاها ابنها بطبيب، فرآها الطبيب متزينة بأثواب مصبوغة فعرف ما بها، فقال الطبيب: ما أحوجها إلى زوج؟ فقال الابن: وما حاجة العجائز للأزواج؟ فقالت الأم العجوز: ويحك، ألا تعلم أن الطبيب أعلم منك على كل حال؟ وهذا أبو الزوائد الأعرابي يرى امرأته تتصنع وتتصاب وهي عجوز، فيقول في ذلك: عجوز ترجي أن تكون فتية، وقد لجب الجنبان واحدودب الظهر، تدس إلى العطار ميرة أهلها، وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ وما راعني إلا خضاب بكفها، وكحل بعينيها، وأثوابها الصفر، وزوجتها قبل المحاق بليلة، فكان محاقا كله ذلك الشهر. قال الحسين بن علي المروزي: ثنتان يعجز ذو الرياضة عنهما: رأي النساء وإمرة الصبيان. أما النساء فميلهن إلى الهوى، وأخو الصبا يجري بغير عنان. قيل إن المعتمد بن عباد ملك إشبيلية تزوج امرأة يقال لها الرميكية، وقطع حينا من الدهر في سرور متوال وغبطة يحسدان عليها. وحدث أن رأت النساء يوما يمشين في الطين فاشتهت المشي فيه، فأمر المعتمد فسحقت الطيوب وذرت في ساحة القصر حتى عمت، ثم نصبت الغرابيل وهي آلة لغربلة الحبوب، وصب فيها ماء الورد على الطيوب، وعجنت بالأيدي حتى صارت كالطين، وخاضته مع جواريها، وكان يوما مشهودا. وغاضبها المعتمد في بعض الأيام فأقسمت أنها لم تر منه خيرا قط، فقال لها: ولا يوم الطين؟ فاستحيت منه واعتذرت إليه. ومما يروى من غدر النساء أن امرأة من العرب تزوجت رجلا فكانت تجد به ويجد بها وجدا شديدا، أي تحبه ويحبها حبا شديدا، فتحالفا وتعاهدا ألا يتزوج الباقي منهما، فما لبث أن مات بعلها فتزوجت، فلامها أهلها على نقض عهدها، فقالت: لقد كان حبي ذاك حبا مبرحا، وحبي لذا إذ مات ذاك شديد، وكانت حياتي عند ذلك جنة، وحبي لذا طول الحياة يزيد، فلما مضى عادت لهذا مودتي، كذاك الهوى بعد الممات يبيد. وإذا كان ما أوردناه من طبائع النساء يندرج في قائمة المآخذ عليهن، وكان من وجهة نظر الرجال في غالب الأحيان، فإن للمرأة وجها مشرقا آخر في خصائصها ومزاياها الإنسانية العظيمة. وهذا ما سنورده قريبا إن شاء الله، فانتظرونا.